هنروح لأحد الأخبار كمان المهمة، يمكن التنس الأرضي من الألعاب القديمة والألعاب المؤصلة في النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده ملاعب للتنس الأرضي، في ملاعب في النادي الأهلي الجزيرة، هو الأقدم، هو الأعرق، وهو اللي شهد طبعا يعني رموز النادي كلها شهدت يعني لعبت في هذا المكان أو ملاعب دي. وعندنا في أهل مدينة نصر، واتعمل طفرة كبيرة واتنقل مكانهم واتعمل بشكل جيد. النادي الأهلي من منطلق طبعا حرصه على توفير كل حاجة لفرقنا وكل الإمكانيات للفرق وكل الإمكانيات أيضا للاعبين. النادي الأهلي الحقيقة عمل تطوير شامل لملاعب التنس الأرضي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والافتتاح كان يعني من يومين، امبارح كمان لا بالأخص، الافتتاح كان امبارح، وحضروا طبعا شخصيات مهمة جدا من النادي الأهلي. حضروا طبعا معالي الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، والأستاذ خالد مرتجي أمين الصندوق، والأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي، ومجموعة كبيرة من رواد التنس بالنادي الأهلي والأجهزة الفنية. زي ما قلت لحضراتكم، مجمع التنس اتعمل له عملية تطوير شاملة، بداية من البنية التحتية والممرات ومنطقة جلوس الأعضاء، ومعهم تطوير ورفع كفاءة 8 ملاعب اللي موجودين، وتغيرت فيهم الأرضية والشباك، وده وفقا لأحدث المواصفات والمعايير. حضراتكم شايفين اهو، يعني أنا لو جيت قلت لك المشهد ده في أحد ملاعب التدريب في أوروبا، أنت مش هتقول لأ، يعني مش هتستغرب، لأنه الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم الملاعب التنس مش بس يعني عبارة عن ملاعب، ولكن في بنية تحتية، وده تم تطويرها بكل ما تحمله الكلمة. طبعا كان في امبارح عرس كبير الحقيقة في التنس الأرضي، وفرحة كبيرة من الأجهزة الفنية واللاعبين والأعضاء اللي بتلعب التنس الأرضي. وعملية التطوير ده حصلت في ضوء جهود مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن طبعا محمود الخطيب رئيس النادي ورمزنا، عشان تطور منشآت النادي في كل الفروع. ويعني أنا مش عايز أقول لحضراتكم، يعني لما بنحب نفصل في النادي الأهلي نروح نلعب نقعد في ملاعب التنس، تتفرج بس على التدريبات، تتفرج على النشاط في التنس الأرضي، الحقيقة بتخليك تفصل تماما. فالمكان ده مهم جدا في النادي الأهلي، والحقيقة شاهد تطوير اللي بنشكر عليه مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا، وهنيئا لأسرة التنس الأرضي.